لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 47 بعد 300. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الجد أبو الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. وأجمعوا على أن الجد أبو الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. هذا إجماع ثابت وصحيح، وذلك لأن الجد يقوم مقام الأب، يقوم مقام الأب. وأجمعوا على أن الجد أبو الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وذلك إذا وجد الأب حجب الجد، أما إذا لم يوجد الأب فلا يحجب الجد. لماذا؟ لأن الجد يقوم مقام الأب. وقال أيضا ابن القطان رحمه الله في يعني إجماعاته أيضا نفس المسألة، قال: وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجد أبو الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. قال: وأنزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت الأقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات. فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع. إذن هذا إجماع ثابت، وهو أن الجد أبو الأب لا يحجب عن الميراث إلا بالأب فقط. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. والحقيقة هذه المسألة عبارة عن تتمة للكلام في مسألة أو في المسألة السابقة، في المسألة السابقة. وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب، لأنه أب، لأن الجد أب، فحكمه حكم الأب في غياب الأب. أين المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد. وهذا أيضا إجماع ثابت، وذلك لأن الوالد عاصب والولد من ذوي السهام. أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد، الولد من أصحاب السهام، ولا والد، والوالد أيضا من أصحاب السهام، والوالد عاصب، الوالد عاصب. فالإخوة من الأم لا يرثون مع الولد ولا يرثون مع الوالد، وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. من هؤلاء المقصودون؟ المقصودون هم الإخوة لأم، كلام عائد على أقرب مذكور، وهي المسألة السابقة. قال: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد.
وأجمعوا على أن الجد يحجبهم، أي يحجب الإخوة من الأم عن الميراث كما يحجبهم الأب. يعني لو أن إنسانا مات وترك أبا، هذا الأب يحجب الإخوة لأم. كذلك لو ترك جدا فهذا الجد يحجب أيضا الإخوة لأم، لأنه يقوم مقام الأبي، وهذا إجماع ثابت، لأن الجد في عدم وجود الأب كالأبي. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأبي السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأبي. قال وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأبي السدس، أن للأبي السدس فرضا لأنه صاحب فرض، وما بقي فللابن، وما بقي فللابن، فلأنه من عصبات الميت، فما بقي فللابن. وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب. يعني الصورة واحدة، لو مات وترك أبا وابنا هي هي كإذا مات وترك جدا وابنا. يعني كل هذا يدور في مسألة أن الجد يقوم مقام الأب، الجد يقوم مقام الأب اللي هو أبو الأب، يعني يقوم مقام الأبي، وهذا إجماع ثابت أيضا، هذا إجماع ثابت أيضا. يعني معنى المسألة إنه الأب مع الابن هيبقى الأب له، آسف، الجد مع الابن له سدس، الأب مع الابن له سدس، لو مات إنسانا وترك أبا وابنا الأب له سدس والباقي للابن. طب لو مات إنسان وترك جدا وابنا، الجد له سدس والابن له الباقي، سدس كالأب تمام. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة. الحقيقة كلها مسائل يعني في معنى واحد، وهي إثبات أن الجد يقوم مقام الأب، أن الجد يقوم مقام الأب. قال وأجمعوا على أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب، لو مات إنسانا وترك أبا هذا الأب يضرب بالسدس مع أصحاب الفرائض، كذلك لو ترك جدا يضرب بالسدس مع أصحاب الفرائض أيضا. قال وإن عالت الفريضة، هذا تحرز يعني من المصنف رحمه الله. قال وإن عالت الفريضة، يعني إن احتاجت الفريضة إلى يعني ما يسمى بالعول، ما يسمى بالعول، والعول يعني في العول في اللغة يعني الزيادة، ومنه قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا يدخل عليكم الزيادة. يعني أما في المواريث فالعول زيادة سهام المسألة ونقص في الأنصباء، زيادة سهام المسألة ونقص في الأنصباء. يعني مسألة مثلا تحتاج أن تكون من ستة مثلا، وعدد الأنصباء لما نيجي نقسمها يطلعوا سبعة، يبقى في هذه الحال عدد السهام، أسف، يطلعوا سبعة، في هذه الحال الستة مش هتكفي السبعة، فهذا يسمونه العول، يسمونه العول، وهو تزاحم وارثين يعني أو أكثر من أصحاب الفروض في مقدار النصيب، بحيث لو أعطينا البعض نصيبه كاملا لازم من ذلك حرمان الآخر أو نقصه عن جميع نصيبه. والحقيقة أنه مستحق الإرث بالفرض لا يسقط بسبب نقصان الأنصباء،
وتزاحم الفروض. ولذلك هو تحرز هنا وقال وإن عالت الفريضة، يعني الأب في كل الأحوال والجد في كل الأحوال هياخذ السدس، سيأخذ السدس. نعم، وهذا إجماع ثابت أيضا. قال وأجمعوا على أن للأبي مع وجود الابن السدس، وكذلك للجد معه يعني مع الابن مثل ما للأبي، وهي شبه المسألة السابقة في الحقيقة. وأجمعوا على أن للأبي يعني إذا مات إنسانا وترك أبا مع ابن، يعني ترك أبا وابنا. قال وأجمعوا على أن للأبي مع وجود الابن السدس، وكذلك للجد مع أيضا وجود الابن مثل ما للأب. هذا كله يعني في الاستدلال على أن الجد يقوم مقام الأبي في ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.